إن شاء الله راح نتكلم عن أحد أسباب الإمساك، وهي من الناحية النفساني أو العقلي المنشأ، وهو نوع من أنواع الأسباب المرضية. تكون هذا النوع ربما يعني يتناوب الإمساك مع الإسهال. الشخص الذي يعني يعاني من نفسية متعبة أو نفسية يعني من الناحية العقلية مريضة أو مرهقة ممكن يعاني من الإمساك مع الإسهال، كما يعني في حالات القولون العصبي ممكن يكون في التهابات موجودة في القولون العصبي بسبب الضيق أو الزعل أو أي نوع من أنواع تكدير الخاطر. وننصحكم أيضا بعدهم الغضب أو سرعة الغضب في هذا في الحياة بشكل عام، ويحتاج الشخص يمسك أعصابه مهما كان الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.